ورد في الرواية عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين وسيد الوصين أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه. العقول أئمة القلوب، والقلوب أئمة الأفكار، والأفكار أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء. لتعجيل الفرج طيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وعليه يكون الكلام في نقطتين. النقطة الأولى في تحليل السلوك الإنساني، في تحليل الأفعال التي تصدر من الإنسان، الأفعال التي تصدر من الإنسان نعبر عنها في بحثنا هذا بالسلوك الإنساني. والنقطة الثانية في بيان بعض الأساليب وطرح منهجية تعالج التطبع بالسلوك الإنساني السلبي. نحن نعلم بأن الإنسان، النفس البشرية، تحتوي على مجموعة من القوى. هذه القوى هي التي تؤثر في مسيرة الإنسان، وتؤثر في تفكير الإنسان، وتؤثر في سلوك الإنسان. هذه القوى نستطيع أن نطلق عليها، أن نطلق فيها تقسيما من حيث وجودها في الفعل الخارجي، ومن حيث إيجاد أفرادها المصادق الخارجية، إلى قسمين: هنالك قوى مانعة وهنالك قوى جاذبة. الإنسان في سلوكه، الإنسان في فعله، متردد ومردد بين هاتين القوتين، بين القوى الجاذبة وبين القوى المانعة. إذا استطاع الإنسان، إذا تمكن الإنسان من أن يجعل القوى العاقلة لديه هي القوى المؤثرة في المنع والجذب، استطاع أن يصل إلى حد الاتزان السلوكي، واستطاع أن يضبط هذا السلوك، والأفعال التي تصدر منه تصبح أفعال منضبطة، أفعال متزنة عقلا وشرعا. إذا استطاع الإنسان أن يفعل القوى العاقلة لديه ويجعل القوى العاقلة هي المؤثرة في المنع وفي الجذب، أي في البعث على فعل معين، استطاع الإنسان أن يحول سلوكه إلى سلوك منضبط وإلى سلوك متزن. المرحلة الأولى لمرحلة صدور الفعل، لصدور الفعل، هي مرحلة التصور الذهني. هذا الفعل قبل أن يصدر من الإنسان، قبل أن يرتكب الإنسان أي فعل معين، هنالك مرحلة تسمى مرحلة التصور الذهني. شنو التصور عند علماء المنطق؟ قالوا هو انطباع صورة الشيء في الذهن. هنالك صورة، هنالك هيئة تتكون في ذهن الإنسان. هذه الهيئة وهذه الصورة التي تتكون في ذهنيته يعبر عنها بمرحلة التصور. هذه هي المرحلة الأولى من مراحل صدور الفعل. المرحلة الثانية مرحلة وجود رغبة نفسية، وجود ميل نفسي يعبر عنه بالشوق. إذا تصور الإنسان الفعل، إذا تكونت صورة متكاملة أو غير متكاملة عن هذا الفعل الخارجي في ذهن الإنسان،
تتحرك نفسيته وتتحرك حالة الرغبة لديه، الميل بفعل أو بترك هذا الفعل. إذا تكونت حالة التصور وحالة التحرك النفسي المعبر عنها بالشوق غير المؤكد، تتحرك هذه النفسية أكثر، فيصدر منها ميل بشوق يسمى شوق مؤكد. هذا الشوق المؤكد نتيجته الذي هو محور الإرادة الإنسانية، نتيجته حركة العضلات الجسدية وتحرك الجسد، هذه الحركة العضلية هي المرحلة الرابعة لصدور الفعل. إذن مرحلة تصور أولا، ثم مرحلة شوق ميل ورغبة نفسية، ثم مرحلة شوق مؤكد، ثم حركة عضلية. هذه الحركة العضلية نعبر عنها تارة عن تحرك الجسد في ممارسة الفعل، وتارة نعبر عنها في حالة سكون الجسد في عدم الفعل وفي عدم الإقدام على هذا الفعل. هذه المراحل الأربعة هي المراحل الأربع التي يكون نتيجتها صدور الفعل وإيجاد السلوك الإنساني الخارجي. هذه المراحل الأربعة تمثل خطورة على الإنسان. ليش تمثل خطورة؟ من حيثيتين. الحيثية الأولى الفترة الزمنية التي تتم فيها هذه المراحل، الفترة الزمنية التي تتم فيها مراحل صدور الفعل والسلوك الإنساني متراوحة. تارة تكون هذه الفترة الزمنية لا تتجاوز الثواني. شوف شلون هذه المراحل الأربع على دقتها وعلى خطورتها. خطورتها تكمن في أنها في بعض السلوكيات لا تتجاوز الثواني المعدودة، وبعض السلوكيات لا تتجاوز الأيام، بل قد تأخذ من الإنسان أوقات طويلة وهو يتقلب في حالة الصراع النفسي لكي يصدر فعلا معين ولكي يصدر منه سلوكا معين. هذا التراوح الزمني يمثل خطورة على الإنسان، لكن هذا التراوح يختلف أيضا من فرد إلى آخر. كلما ترقى الإنسان في الحالة الإيمانية، كلما تجاوز خطورة الفترة الزمنية في مراحل الصراع النفسي لإصدار الفعل المعين، كلما قلت الحالة الإيمانية أصبحت هذه المراحل تشكل خطرا كبيرا. يدخل واحد على الشيخ المقدس الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله تربته، يدخل عليه يقول لشيخنا أنا رأيت في عالم الرؤيا في الليلة الماضية تمثل لي الشيطان. شهر رؤيا تمثل لي الشيطان، لكن لاحظت شيء عجيب عند الشيطان، وجدت مجموعة من الأغلال، مجموعة من السلاسل يحملها في يديه. أثار استغرابي، سألت شنو هذه السلاسل، شنو هذه الحبال، شنو هذه الأغلال؟ قال هذه الأغلال أقيد بها الإنسان لكي أبعثه على فعل المفسدة وعلى فعل المعصية. ثم وجدت سلسلة مقطعة سبعة قطع، فسألت شنو هذه القطع؟ قال هذه سلسلة قطعها الشيخ الأنصاري. فجيت أسأل الشيخ شنو هذه السلسلة، فالشيخ فعلا حكى له القضية. يقول في الليلة الماضية الشيخ الأنصاري دخل في ظرف مادي صعب بحيث لا يمتلك شيء من المال، زوجة الشيخ الأنصاري كانت في حالة وضع، في حالة ولادة، هسه شو يسوي بها؟ يروح إلى المستشفى، ما عنده أموال، يمتلك حفنة من المال، يمتلك مجموعة من الأموال من الحقوق الشرعية. فتمثل الشيطان للشيخ الأنصاري، وهذا الشيطان يتمثل للإنسان كل فرد بحسب مقامه وبحسب حالة الإيمانية.
فرد يتمثل له بمجرد الخواطر، شخص آخر لا يتمثل له بقوة خارجية، شخص آخر لا يتمثل له بأسباب خارجية وهكذا. فصار الشيخ بين ذهاب وإياب، سبع مرات الشيطان يبعث والشيخ يزجر، الشيطان يبعث والشيخ يحجم عن هذا الفعل، إلى أن قطع هذه السلسلة العظيمة لإبليس الوجه. إذا مرحلة الفترة الزمنية مرحلة خطيرة في الصراع النفسي، لكنها تتفاوت بين ثوان بسيطة معدودة وأيام طويلة. هذه المرحلة الأولى، وهذا هو الخطر الأول. الخطر الثاني من حيث الصراع الذي يصدر السلوك الإنساني، أن هذا الصراع قد يترتب عليه أثر معين. عندما تتكرر هزيمة القوى العاقلة في هذا الصراع، في هذه الحرب، تتحول السلوكيات الإنسانية إلى حالة من التطبع. يتطبع الإنسان ويتسم الإنسان بوجود هذه السلوك، بوجود هذه السلوكيات، لكن على نحو التطبع، وتحول السلوك من سلوك مجرد اعتيادي ممارس لمرة أو مرتين يختلف تماما عن تحوله إلى عادة وإلى طبع يتأصل في هذا الإنسان. وهذه المسألة، مسألة التطبع ومسألة اعتياد الإنسان على سلوك معين، هي التي ينبغي على الإنسان محاربتها، ينبغي على الإنسان أن يكسر جبروت التطبع وجبروت تحول السلوكيات من سلوكيات اعتيادية إلى تطبع وإلى عادات ممارسة. ولذلك يرد في الرواية عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن الله عز وجل أكرم من أن يكلف الإنسان بما لا طاقة له. استطاع الإنسان من أن يدير مرحلة التصور بطريقة إيجابية، استطاع أن يتغلب على السلوك السلبي. شلون يديره بطريقة إيجابية؟ يعني يفكر في الطاعة، يفكر في الخير. إذا انشغل الإنسان تفكيره بصلاة الليل مثلا، اشتغل بآثار صلاة الليل، صار يفكر وصار ذهنه منشغلا بالتفكير بآثار صلاة الليل، استطاع أن يضيق الطريق على تصور السلوك السلبي المرحل. طريقة أخرى أني أستحضر الصفات المعاندة. إحنا عندنا لكل صفة صفة معاندة لها، عندنا صفة الكذب صفة الصدق صفة معاندة لها، صفة الخيانة، صفة الحفاظ على الأمانة صفة معاندة لها. إذا روض الإنسان نفسيته على ممارسة سلوك معاند للسلوكيات السلبية، استطاع أن يكسر جبروت السلوك المتطبع به كسلوك سلبي. وهذه المنهجية، هذه الأطروحات تحتاج إلى ترويض لهذه النفس، وهذا ما عاشته شخصية الحر في أرض كربلاء. أخير نفسي بين الجنة والنار. هذا التخيير شنو؟ يعني وجود صراع، وجود تصور، وجود رغبة، وجود اشتياق، وجود اشتياق مؤكد، وجود حركة عضلية. هذه الحالة من الصراع عاشها الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه.